تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة. التطعيم أمان واطمئنان. إن كنت ترغب بحجز موعد لتطعيم كوفيد-19 فعليك الحرص على إبلاغ الطبيب بجميع الأدوية التي تتناولها والأدوية التي لديك حساسية منها. التطعيم أمان واطمئنان. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نرحب بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. رحب بفريق العمل في الإعداد، عندنا فريق هيئة الصحة في دبي، عندنا في التنسيق والمتابع اليوم معانا الأستاذ أحمد سلامة ومخرجنا المبدع دائما نمر محمد، وفي التقديم معاكم محدثتكم دكتورة هند العوضي. من خلال برنامج صحة وسعادة مستمعين الأعزاء أذكركم بأرقام التواصل معنا 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. وقبل ما نبدأ حلقتنا مستمعين، حاب أذكركم بأهم الطرق لحماية أنفسكم وغيركم من كوفيد-19، اللي هي أولا حافظوا على مسافة كافية بينكم وبين الآخرين لا تقل عن مترين، حافظوا على لبس كماماتكم وخاصة في الأماكن المغلقة، ولا تنسون تغسلون إيدينكم بشكل مستمر لمدة لا تقل عن 20 ثانية. وأيضا في نقطة رابعة نضيفها لمثلثنا الذهبي، اللي هو احرصوا على أخذ لقاح كوفيد-19. حلقتنا اليوم متنوعة ومليئة بالأخبار والمواضيع، راح نتحدث عن آخر الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي، بيكون معانا اليوم خدمات أمراض الأنف والأذن والحنجرة، وبعد عنا أنماط الحياة الصحية اللي ممكن تساعدنا ضد كوفيد-19. خبرنا لليوم يقول نظام ليزر جديد يمكنه استهداف الخلايا السرطانية. يجري تطوير نظام ليزر جديد يمكنه اقتلاع الخلايا السرطانية اللي يكون حجمها أقل من عرض شعرة الإنسان دون الإضرار بالأنسجة السليمة المحاطة بالخلايا هذه. وطبعا حصل الباحثون في جامعة هيرويت وات في أدنبرا على 1.2 مليون جنيه استرليني من مجلس أبحاث العلوم الهندسية والفيزيائية عشان يمولون هذا المشروع. وطبعا النظام الجديد بالليزر اللي اسمه بيكو ثانية فائق السرعة، اللي يوفر الطاقة في سلسلة من النبضات ليبلغ طول كل منها تريليون من الثانية. وأثبت خبير جراحة الليزر جوناثان شيبرد وزملائه أن بالفعل يمكنهم يستعملون هذا الليزر في العلاج ضد سرطانات القولون المستقيم، والآن يعملون مع الأطباء في صندوق هيئة الخدمات الصحية الوطنية التابع لجامعة ليدز ومستشفى ليدز التعليمي عشان يطبقون هاي التقنية أيضا على سرطانات الدماغ. طبعا
مستمعينا إذا هذا النظام نجح هذا يعني يسوي طفرة كبيرة في العلاج ضد الخلايا السرطانية، وهذه يعني تشكل يعني يفتح لنا باب جديد في العلاجات، وأكيد يعني بتكون مستوى الشفاء منها بعد بتكون عالية. من خبرنا لليوم ننتقل إلى أسم الجناحي، بتعطينا آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسمة. صباحكم الله بالنور والسرور دكتور، عليكم وعلى كل المتابعين إذاعة نور دبي. شو عندك من أخبار اليوم حقنا أسمة؟ من ضمن الأخبار اللي تم نشرها في قنوات التواصل الاجتماعي هي هيئة الصحة بدبي تعلن تحديث التعليمات والتدابير الاحترازية للتصدي لجائحة انتشار فيروس كورونا المستجد في المنشآت الصحية الخاصة بدبي، وذلك ضمن التدابير الاحترازية الرامية إلى التصدي لوقف انتشار فيروس كوفيد 19 ونظرا لما تقتضيه المصلحة. طالبت الهيئة في تعميم وجهته إلى جميع المهنية والمنشآت الصحية المرخصة منها بضرورة الالتزام بجميع الموظفين والمراجعين بارتداء الكمامة بشكل مستمر وتطبيق التباعد الجسدي واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الخصوص. كما يجب التأكد من عدم تجمع المراجعين أو تكدسهم في المنشآت الصحية من خلال نظام حزم مواعيد مسبق مع الإبقاء فترة زمنية لا تقل عن 20 دقيقة بين المواعيد. كما طالبت الهيئة بضرورة أخذ التاريخ المرضي للمراجعين وتفاصيل مخاطرتهم للحالات المصابة والتقيد بالمعايير والتعليمات المتعلقة بكوفيد 19 بشكل دقيق. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي هو الاتيكيت أو مثل ما يسمونهم آداب العطس والسعال. من المهم جدا أن الواحد يشرح للأطفال، يعني مثلا الكبار يكون عندهم القدرة على فهم الأمور، لكن جميل أن أصلا أولياء الأمور أو أي شخص كبير يشرح للأطفال آداب العطس والسعال ويعلمهم أهمية هذه الآداب، وذلك لحماية نفسه وحماية الآخرين أو زملاء في المدرسة من انتقال العدوى. أيضا نحب نأكد على يعني بعض الأسئلة اللي وصلتنا بخصوص العزل الصحي والحجر الصحي، هو لمدة 10 أيام، آخر 6 أيام لازم يكون ما في أي أعراض أو حمى لانتهاء العزل. تقريبا هالأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة، كانت معنا أسم الجناحي وعطتنا آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. قالت لنا آداب السعال والعطاس، لأن مستمعين احنا كلنا نعرف أنه فيروس كوفيد 19 ينتقل عن طريق الرذاذ المتطاير من السعال والعطاس، فعسب شيء احنا لازم نوعي نفسنا ونوعي اطفالنا بهذه الاداب. اذا كنتوا يعني حابين تعرفونها تقدرون تدخلون الى انستغرام الهيئه وتشوفون هذا البوست اللي كنا ناشرين لكم. وأيضا ذكرت أسماء عن العزل الصحي، وآخر تحديث له أنه الحين صار العزل الصحي مدته 10 أيام. فإذا كنتوا حابين تعرفون معلومات زيادة بعد بإمكانكم الدخول إلى إنستغرامنا وتأخذون التفاصيل الأكثر عن هالموضوع. هاي كانت معانا مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. مستمعينا بناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم مع قسم الأنف والأذن والحنجرة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا 600-551-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. تعمل هيئة الصحة في دبي وبشكل متواصل على تحديث وتطوير أقسام منشآتها الطبية في مختلف التخصصات،
تستهدف تقديم أفضل الخدمات للمجتمع وأفراده. ومن بين هاي الأقسام اللي تحظى باهتمام الهيئة يأتي قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى دبي، اللي يقدم العديد من الخدمات الطبية العالية الجودة. وعشان نتعرف على هذا القسم وأمكانياته وخدماته، يسعدني ويشرفني أن نستضيف معنا عبر الهاتف اليوم الدكتور جمال قسومة، استشاري الأنف والأذن والحنجرة. صباح الخير دكتور. أهلا، صباح الخير. دكتور، لو تعطينا شوي نبذة عن قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى دبي وشو هي إمكانياته. قسم الأذن والحنجرة عريق جدا، أعتقد عنده أكثر من 33 سنة. حقسم الموضوع لموضوعين: القوى البشرية والتجهيزات. التجهيزات الموجودة في مستشفى دبي يعني بدون مبالغة يمكن ما موجودة بأحسن المراكز العالمية، من حيث أجهزة الجراحة التنظيرية، الجيوب الأنفية، الجراحة التنظيرية مع الملاحة. بتفصيل شو يعني الملاحة؟ الجراحة الملاحية، في جهاز بيخبرك تماما وين انت تماما بتعمل العملية بالتنظير وبتصوير الطبق المحوري، وبالتالي بتخفف كثير من نسبة المضاعفات اللي عنا الحمد لله صفر مضاعفات بعد العمليات. فإذا الجراحة الملاحية هي جراحة جديدة تستعمل في جراحة الجيوب التنظيرية. هاي بالنسبة للأنف، تجرى كل أورام الرأس والعنق. وبالنسبة للأذن، تجرى كل عمليات الأذن والأنف والحنجرة، وخاصة عمليات الأذن المعقدة مثل عملية جراحة القوقعة، جراحة الأذن المجهرية الدقيقة، كلها تجرى في مستشفى دبي. ويجينا تحويلات من دبي والإمارات الشمالية، كلها بنغطي نحن جراحة الأذن المعقدة. أفتخر أني أقول أنه نسبة مضاعفات بعد عملية زراعة القوقعة بأعظم المراكز العالمية من 1-2%. إلى الآن تم إجراء حوالي 500 عملية زراعة قوقعة خلال 8 سنين، نسبة المضاعفات صفر. ما شاء الله. مستشفى دبي، والحمد لله، والحمد لله. طبعاً إحنا دائماً نخبر المرضى أنه في نسبة مضاعفات من 1-2%. بس هلأ بنعمل دراسة بالموضوع، وسوف تنشر قريبا إن شاء الله خلال شهرين ثلاثة الدراسة اللي سويناها رمضان. فإذا نحن عندنا تجهيزات وعندنا فريق طبي متكامل بجميع تأثير الحنجرة في اختصاصات فرعية، اللي هي جراحة الأنف، جراحة الأذن، جراحة أورام الرأس والعنق، وجراحة الأذن والأنف والحنجرة عند الأطفال. فإذا الاختصاصات الفرعية موجودة، وعندنا قسم السمعيات بإشراف استشاري تجرى كل فحوصات السمع ويتم برمجة الحلزون القوقعة الاصطناعية، وعندنا قسم للبلع لدراسة للبلع والنطق. فإذا القسم متكامل بكل أجزاء. جميل جدا دكتور. وشو عن القوى البشرية دكتور؟ أنت قلت القوى البشرية مثل ما قلت، في عنا كل الاختصاصات الفرعية اللي ذكرتها، يعني في جراح أنف متخصص بجراحة الأنف، جراح أورام رأس وعنق، جراح أذن، وجراح أذن وحنجرة عند الأطفال، كلها اختصاصات فرعية. وعندنا استشاري سمعيات، أخصائي سمعيات، واستشاري بلع ونطق. جميل جدا. إذا سموه فونياتري، علم الصوتيات. علم الصوتيات. متكامل بالأجهزة ومتكامل بالقوة البشرية اللي فيها تخصصات فرعية. يعني مش فقط للأجهزة. عدد كبير من الأخصائيين العامين اللي إنه بيجروا كافة العمليات الروتينية للحنجرة، بس في عنا كل التخصصات الدقيقة. جميل. يعني مش فقط احنا عنا الأجهزة، لكن احنا عنا الكفاءات الطبية اللي تعرف تشغل هاي الأجهزة وتستفيد منها الاستفادة القصوى. لذلك فهو قسم متكامل تماما. ايه؟ من حيث التجهيزات والقوة البشرية، وهو مجهز لإجراء أي عملية في اختصاص الإذن والأنف والحنجرة. والحمد لله من عدة سنوات وفرنا على المواطنين أن السفر خارج الدولة لإجراء الجراحات المعقدة تجرى هون.
معززين مكرمين بيسمي خمس نجوم. أيه. مثل ما قلت لك زرع القوقعة نحن أحسن من المراكز العالمية نسبة مضاعفات إلى الآن صفر وإن شاء الله وإن شاء الله إن شاء الله تطل صفر بعد دكتور. إن شاء الله إن شاء الله. دكتور أنت يمكن قلت لهم عن بعض الخدمات الطبية، هل في خدمات إضافية حابة تقول للمستمعين عن؟ في خدمات إسعافية. أيه. في خدمات إسعافية بس بدي ركز على موضوع للأسف شبه مأساة صارت معنا الأسبوع الماضي. اللي هي خدمات إسعافية للأطفال الأجسام الأجنبية. بعد ما أذكر القصة بدنا نعمل توجيهات للأهل. أيه. جتنا طفلة عمره سنتين بالعة جسم غريب. الجسم الغريب ما كان أهل مو عارفين شو هو، راح أحد المشافي الخاصة طبعا تعرف في انتظار مو عارفين ما قالوا لهم شو بالعة الطفلة. أيه. انتظروا لحالهم انتظروا كثير، راحوا مشفى خاص ثاني. المشفى الخاص الثاني كمان شي ساعة ساعتين لبينما صوروا الطفلة اجى دورها طلعت بطارية. أوه. البطارية الصغيرة يجب أن استئصالها بشكل إسعافي لأنه بعد 3 ساعات تفكت البطارية وتعمل حروق شديدة بالمريء اللي هو تعرف المريء هو مقدمة جهاز الهضم. أي. بأحد المشافي الخاصة أمول البطارية كان عنده حرق بالحنجرة تسرب المواد بقلب البطارية طلع حرق شديد بالمري وتوزن شديد بالحنجرة حطوا له أنبوب أكسجين أو بنسميه أنبوب الرغامة من القصبة الهوائية وبدون آي سي يو عناية مشددة للأطفال بعتوها لمشفى دبي اللي هي فيها عناية مشددة للولادات الحديثة من الخدج وعناية مشددة للأطفال بعتوا العناية مشددة للأطفال باعتبارها مالها طفلة صغيرة. أخذت عملت تنظير حرق شديد في أعلى المري توزن شديد بالحنجرة طبعا نظفت لها حطيت لها أنبوب للتغذية من طريقة الأنف للمعدة. يعني البنت غير محظوظة نهائيا بموضوع ومحظوظة بموضوع ثاني أنه الحرق ما عمل انتقاض لو نزل بطارية شوي للمنطقة الضعيفة من المري كان كان انتقاض وهي تقريبا إصابة مميتة. الرسالة اللي بدي وجهها عبر منبركم الكريم بعد يومين كمان طفل عمره سنة استنشق يعني دخلت بالقصبة الهوائية قطعت دول. الرسالة اللي بدي وصلها الألعاب الأطفال في مكتوب يعني هون ما شاء الله بدبي بلد الكواليتي وبلد اللي فيها جايد لاينز على الألعاب كلها مجبرة معامل أدوية معامل الألعاب تكتب عليها هي ممنوع استعمالها لا ينصح استعمال الأطفال تحت 5 سنين. فإذا هي ليست هباء أنا قالوا تحت صحيح أتفق معك بالعمر السنتين ساعتها تكون قطعة كبيرة ما تدخل بالسم ما تدخل بالأنف ما تدخل بالإذن. أي بطارية صغيرة شو وصل العمر العمر الطفلة اللي عمرها سنتين. فإذا في إهمال بالموضوع وإهمال هذا قد يكون كارثيا. هلا البنت في عندها حرق شديد بالمري طمنا عليها دكتور شو الشيء فاين الحمد لله راحت على البيت الحمد لله قدينا لها بالتغذية البسيطة وفي احتمال يصير عندها تضيقات بالمري نتيجة التلدب اللي حيصير عندها لذلك نعمل لها تنظيف ثاني بعد 10 أيام نتأكد ما في تضيقات إن شاء الله ما بصير إن شاء الله غلطة صغيرة ورطت البنت طول عمرها والولد ما بيفهم لحكم عمره العقلي والزمني الله خلق له أب وأم لا يقدروا يفكروا عن وجهه لذلك ممنوع الأطفال اللي فيها قطعة صغيرة تحت 5-6 سنين تتبع الإرشادات الموجودة بألعاب الأطفال أي واحد. اثنين أنا مستغرب طفل عطينه قطعة دوزي أكلها عمره 11 شهر كمان أخذناه على العمليات استأصلنا له قطعة لوز من القصبة الهوائية. أي مكان ممكن لا سمح الله يختنق هو زرق بالبيت عملوا له شوية خطاتك على ظهره حركت شوي راح الزرق جابونا أخذنا فورا عمليات الحكي كل الأسبوع الماضي. أوكي ما شاء الله. استأصلنا هاي قطعة اللوز. فإذا هاي إصابات قابلة للتجنب فإذا الوقاية خير من العلاج. لا توصلوا ولادكم لهالمرحلة. الأطفال هدية من رب العالمين يجب أن نحافظ عليها بحمايتها مسؤولية ولازم نكون على وعي مسؤولية كبيرة هبة عطانها رب العالمين صحيح. بس هي مسؤولية المسؤولية تنبع بنحميهم حماية بس مطعمه الشرب والوكلي وخايف ما يسقط على الأرض لا لا لا
ما بدي شيء بالارض نهائيا. مكسرات العطله طفل تعطيه قطعه لوز عمره 11 شهر. واللوز يعني من المكسرات القاسيه بعد دكتور يعني. ممكن تقتل اي يعني. عندنا على الاقل بالنسبه للمكسرات حالتين لست حالات في مستشفى دبي، لانه نحن مجهزين بتنظير القطبات الطريق التلفزيون، مجهزين بملاقه مع مناظير. اعتقد القسم الوحيد بدبي وبالإمارات الشمالية حتى بالقطاع الخاص بيحولنا الحالات، لأنه ما عندهم الأجهزة، ما عندهم الخبرة اللي الحالات هذه. إحنا بنغطي تقريبا كل، أكيد كل دبي، بس بنغطي جزء كبير من الإمارات الشمالية بالأجسام الأجنبية بالقصبات وبالمريض. يعطيكم ألف عافية دكتور جمال. نداء ثاني من خلال منبركم الكريم، رجاء الأطفال، ألعاب صغيرة ممنوع، والمكسرات بعد ما يناموا، حابين تاكلوا مكسرات بعد ما يناموا الاطفال الصغار، كلوا مسكرات مكسرات، بتجنبوا اطفالكم اللي هي حتندموا بعدين، وبيندموا طول عمركم لا سمح الله اذا صار اختلاف خطير. صحيح دكتور جمال قسوم، الحديث معك جدا شيق يعني، شكرا على وقتك الثمين ومعلوماتك القيمه دكتور جمال قسوم استشاري. شكرا لك وصباح الخير لكل الاخوه المستمعين. يعطيك الف عافيه دكتور. كان معانا الدكتور جمال قسوم استشاري أنف وأذن وحنجرة، وتحدث لنا عن قسم الأنف والأذن والحنجرة، وأيضا عطانا نصيحة جدا مهمة إن من ناحية الأكلات اللي نعطيها وخصوصا لأطفالنا الصغار لازم نحتاط في نوعية الأكلات اللي نعطيهم، وخصوصا المكسرات للأطفال الصغار في العمر، لأن هذه لها مشاكل في الاختناق، ولأن الطفل يعني في نهاية المطاف ما يقدر يعني يأكل المكسرات الصلبة هذه حال أي شخص كبير. وأيضا الدكتور تحدث لنا عن الألعاب واختيارنا للألعاب المناسبة لأطفالنا، يعني سالفة أن هذه الألعاب مناسبة لطفل، يعني نقرأ التعليمات الموجودة على العلبة، مو محطوطة هباء منثورة، يعني هذه محطوطة لأن اختيار اللعبة هذه مهمة، أنك أنت تختار العمر الصحيح لهذه اللعبة، يعني زائد 2 يعني هذا يناسب أطفال فوق السنتين، زائد 5. هذه الأشياء انتبهوا لها أعزائي المستمعين، لأن فيها معايير مهمة، وأهم معيار محطوط له هي معيار السلامة فيها. كانت هذه فقرتنا لخدمات هيئة الصحة في دبي. فاصل قصير مستمعينا، وبنرجع لكم مع مصطلحنا الطبي. صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. إذا كنتوا حابين تتواصلون معنا مستمعين، عندكم الأرقام 600-551-414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. وتماشيا مع فقرة الخدمات اللي كانت عن أنف الأذن والحنجرة، مصطلحنا الطبي اليوم أيضا يتحدث عن مشكلة في الجيوب الأنفية اللي هي التهاب الجيوب الأنفية المزمن. شو نقصد فيها وكيف تصير؟ يحدث التهاب الجيوب الأنفية المزمن عندما تتورم الفراغات الموجودة في الأنف والرأس اللي هي احنا نسميها بالجيوب الأنفية لمدة 3 أشهر أو أكثر على الرغم من علاجها. وطبعا تتعارض هاي الحالة مع الطريقة التي يخرج بها المخاط عادة، ويجعل أنفك مسدودا، ويصير التنفس جدا صعب عن طريق الأنف، وقد تشعر بألم أو تورم في المنطقة المحيطة بعينيك. وطبعا هذه الالتهابات تصير عن طريق العدوى أو عن طريق النمو النسيجي في الجيوب الأنفية اللي احنا نسميها بالزوايد اللحمية الأنفية، أو عن طريق تورم بطانة الجيوب الأنفية. وأيضا هاي الحالة ممكن تؤثر على البالغين والأطفال اللي يعاني من هذه الالتهابات المزمنة. يعرف إيش كثر الموضوع مزعج، ولكن بإمكان السيطرة عليه وعلاجه إذا اتبعوا نصائح الطبيب بحذافيرها.
وهذا كان مصطلحنا الطبي لليوم. وراح ننتقل إلى العلاج الطبيعي والألم المزمن. راح نتحدث اليوم عن الألم المزمن. يسرنا ويشرفنا أن تكون معانا اليوم عبر الهاتف الأستاذة لينا جمال سعيد آل سيف، أخصائي العلاج الطبيعي في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير أستاذة لينا. صباح الخير عليكم وعلى جميع المستمعين. حابة أشكركم على استضافتي في البرنامج، وإن شاء الله اليوم نقدر نعطي معلومات قيمة ومفيدة للمستمعين. أكيد أستاذة لينا، لو بداية تعطينا نبذة عامة عن العلاج الطبيعي وأهمية العلاج الطبيعي. تمام. أول شيء حابة أوضح أنه العلاج الطبيعي كتير ناس بيفكروا أنه هو عبارة عن بس مساج أو فقط علاج طبيعي بالأعشاب الطبيعية، هيك بياخذوا فكرة من اسمه. بينما هو العلاج الطبيعي هو فرع من فروع العلوم الطبية المساندة، وبيلعب دور كتير كبير بتغيير الإنسان، يعني حياة الإنسان، لأنه بنقسم لقسمين، وهو في قسم وقائي وفي قسم علاجي. جميل. هلا لما نحكي وقائي يعني لأي مشاكل في الجهاز العصبي، في الجهاز العضلي، مشاكل كبار السن، الأطفال، كل الأعمار، مشاكل القلب، الرئة وغيرها من المشاكل. بينما العلاجي بيركز على إعادة التأهيل للمريض بعد خلينا نحكي عمليات، إصابات رياضية، كسور وكمان غيرها. هلا ليش مهم العلاج الطبيعي؟ طبعا لأنه هدف العلاج الطبيعي هو تخفيف الألم، تخفيف الانتفاخات، الأورام. بنرجع يعني من خلال العلاج الطبيعي بنرجع إعادة المدى الحركي للمفاصل، وبنقوي فيها وبنحفز العضلات. فكل هالأشياء، كل هالفوائد بتعود علينا بأنه المريض يرجع لحياته الطبيعية اللي كان يمارسها من قبل الإصابة، ويرجع يساوي يمارس الأشياء اللي كان يحبها اللي بسبب الإصابة امتنع عنها. فهذا هو أهم شيء، لهيك هو ما فينا نتخلى عنه، جزء كثير مهم. لو تحدثينا شوي عن الألم المزمن، شو نقصد فيه وكيف ينشأ بعد؟ أوكي. أول شيء لازم نعرفه أنه الألم هو الجسم، طريقة الجسم بأنه يحكي لنا أنه في مشكلة، بليز انتبه لي، في حل، في قصدي مشكلة عندنا. فلازم أول ما نحس بألم نشوف، ممكن هلا الألم يكون من إصابة، كان إصابة رياضية، أي إصابة بعد عملية. طبيعة الألم بيكون من 3 شهور ل6 شهور. المفروض هالفترة كافية إنه الألم يبلش يخف، الأعراض تبلش تخف، والإنسان يقدر يرجع لحياته الطبيعية ويساوي النشاطات اللي كان يساويها. هلا متى بصير ألم مزمن؟ إذا طول أكثر من 6 شهور. ممكن كثير أسباب، يعني أسباب مختلفة. أغلب الآلام المزمنة أسبابها بتكون بسبب مشاكل مزمنة مثل السرطان، الصداع، ممكن التهابات العظام. كل هاي الأمراض المزمنة بتسبب لآلام مزمنة، التهاب المفاصل، التليف العضلي، الفايبروميالجيا، كل هاي المشاكل المزمنة بتسبب لنا آلام مزمنة. فهاي هي أغلب المشاكل. أوكي دكتورة، لو تعطينا ما هو الجديد في علاج هاي الحالات الألم المزمن؟ هلا قبل كان كتير الناس تركز على نعطي مسكنات مسكنات مسكنات، كل ما يزيد الألم أعطي مسكنات. حاليا الحمد لله صار في وعي، صار ما نعطي، نحكي للمريض دائما خذ المسكن إذا محتاج، خلص مو قادر على الوجع. طول ما الألم محتمل ما تأخذ مسكن، لأنه زي ما بتعرفي وكثير صار الناس عندها الحمد لله وعي، المسكنات الكتير ممكن تؤدي للإدمان، ممكن يصير الجسم عنده حساسية من هالمسكنات. فلهيك الواحد هلأ الأحدث شيء إنه لازم نركز على النفسية العامة للمريض. هلأ مش بالشرط إنه يروح لأخصائي نفسي، لا، الحالة النفسية اللي بقصد فيها إنه مثلا أعطيكي مثال لنكون أوضح. خلينا نحكي، انت بتحبي تلبسي كعب؟ اي
مش العالي الكتن هيلز. اي اوكي، بس كل اغلب النساء بتحب تلبس الكعب. هلا لازم استاذه بالضبط. تخيلي انت جايبه كعب جديد نفسك كان فيه، رايحه على عرس، مبسوطه بهالكعب، مخليكي طويله، مخليكي مشيتك حلوه، كل حدا عم بمدح لك الكعب، رح تتحملي الالم والكعب بلش يوجعك لانه جديد، فرح تتحملي الالم ورح تصبري لانه كل حدا يعني حتى انت ثقتك بنفسك زايده وانت بحاله مبسوطه، رح تتحملي الالم اكثر، قوتك لتحمل الوجع رح تزيد، متى حتحسي لما تروحي على البيت وتشلحي هالكعب؟ اوكي صحيح. نفس الشيء للرجال، بيكون بيلعب كره قدم بحب مبسوط، الاندورفينز عنده والدوبامين مرتفع لانه عم بيلعب رياضه، فبيبلش يحس طبعا بسعاده وهو عم بيسوي هالرياضه، مجرد ما يوقع او تصير له اصابه بحاول انه يرجع يكمل. اغلب الناس اللي بتصير لهم اصابه خلص بعد المباراه بحاول طبعا الا الاصابه كبيره وقويه، فلا بضل مكمل. فليش هذا الشيء؟ لانه هو بحاله سعاده، هرمونات السعاده موجوده وبيقدر يتحمل الالم اكثر، بحس لبعدين. هلا المرضى اللي بيكونوا دائما قلقين متوترين خلص يعني منكدين على حالهم وطول الوقت حاطين حالهم بهالوضع انه انا خلص الالم مستحيل يخف وعم بتالم ما وممكن فعلا الالم زايد عنده وما عم بيخليه ينام، بس لو انت حالتك النفسيه جدا سيئه ومؤثره عليك رح يصير جسمك اصلا يفرز ماده الكورتيزول ورح يصير عندك طبعا كلنا بنعرف كيف لما الواحد يكون ستريس حتى لو انت متوتره قبل المقابل ولا هيك نبضات القلب بتزيد ضغطك كمان بيزيد، فعشان هيك لازم الواحد دائما يكون ينتبه على حالته النفسيه هي كثير بتاثر. دكتوره استاذه لينا، حديث معك جدا شيق صراحه، هل في كلمه اخيره حابه توجهينها للمستمعين قبل ما نختم فقرتنا معك؟ حابة أحكي لكل المستمعين خاصة اللي عندهم آلام مزمنة واللي بحسوا أنه صعب هالألم يروح وعم بيأثر كثير على حياتهم اليومية، حابة أحكي لهم أنه دايماً حطوا في بالكم في شيء ممكن تساووه بحياتكم يخليكم تحسوا على الأقل بألم أخف شو ما كان الألم. في ناس مثلاً عندنا ما عندهم إجرين والسل بيساوي الأشياء اللي بتريحهم وبيحبوها، في ناس لا إجرين ولا إيدين ولسه بيقدروا يسمعوا أشياء تريحهم، يقرأوا شيء بيريحهم، شيء يخلي نفسيتهم أحسن، فركزوا على هذا الإشي لأنه هذا أكثر شيء. خلوا الناس اللي حواليكم ناس دائماً تشجعكم على يعني أو تساندكم، ما يكون في ناس محبطين حواليكم، وهاي يعني أهم نصيحة بقدر أعطيهم. شكرا يعني أستاذة لينا على معلوماتك القيمة، الحديث معك شيق، يعطيك ألف عافية. العفو. ومن العلاج الطبيعي إلى أنماط الحياة الصحية وخصوصا خلال فترة كوفيد، كنا نعرف أن الجائحة لفتت الأنظار إلى ضرورة اتباع الأشخاص للأنماط الحياتية والغذائية السليمة والاهتمام بما يعزز صحتهم العامة ويزيد من قدراتهم المناعية وخصوصا عند الأطفال. عشان يحدثنا أكثر عن هذا الموضوع يسعدني أن نستضيف معانا اليوم عبر الهاتف الدكتورة فاطمة حسن، أخصائي طب وصحة الطفل. صباح الخير دكتورة. صباح النور ومرحب بكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على الجميع. دكتورة فاطمة، لو شوية تحدثينا عن أبرز التحديات اللي تواجه الصحة العامة وعن الأنماط الحياة الصحية وأهمية اتباعها أيضا. أبرز التحديات التي تواجه الصحة العامة هذه الأيام هي تفشي مرض كورونا في جميع أنحاء العالم وظهور سلالات جديدة من الفيروس، لكن أحب أطمن أفراد المجتمع أن حكومة الدولة مشكورة. دكتورة بس شوي عندك الصوت يشوشر أو في شيء قاعد. أوكي. إيه إذا حاطة السماعة نفضل تكلمينا دايركت من التلفون أحسن. حاضر. أوكي.
ألو. أيوة أوضح كذي دكتورة، شكرا. أبرز التحديات التي تواجه الصحة العامة هذه الأيام هي تفشي مرض كورونا في جميع أنحاء العالم، ظهور سلالات جديدة من الفيروس. لكن أحب أطمن أفراد المجتمع أن حكومة الدولة مشكورة متمثلة في هيئة الصحة بدبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع تتصدى بكفاءة لهذه التحديات، وذلك عن طريق تجهيز المستشفيات وتوفير الفحوصات اللازمة والكوادر الطبية المؤهلة وتوفير العلاجات اللازمة ووسائل الحماية للكوادر الطبية، وحاليا توفير اللقاح خاص للفئة الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري وأمراض القلب وخط الدفاع الأول. طيب دكتورة، تحدثينا شوي عن أنماط الحياة الصحية وليش مهم أن إحنا نتبعها وخصوصا في ظل هاي الجائحة. على العموم يمكن تلخيص الأنماط الصحية في 4 محاور. هي الغذاء الصحي، وممارسة الرياضة، وأهمية شرب كميات كافية من المياه والسوائل، والنوم الصحي. المحاور الأربعة السابقة مهمة لتعزيز مناعة الجسم وبالتالي زيادة قدرتنا على مقاومة المرض، وأيضا تعزيز طاقة الفرد واللياقة البدنية. جميل. طيب دكتورة، تقولي لنا عن الغذاء الصحي وممارسة الرياضة في هذا الشان، شو هي الفائدة اللي بتعم علينا إذا اتبعناها؟ إذا أخذنا المحور الأول وهو الغذاء الصحي، الغذاء الصحي لابد أن يحتوي على جميع العناصر الغذائية اللازمة للمحافظة على الصحة وتزويد الجسم بالطاقة. لتقريب المعلومة يمكننا تشبيه أنواع الغذاء بألوان إشارات المرور، هي اللون الأحمر واللون الأصفر واللون الأخضر. إذا مسكنا اللون الأخضر، هي أنواع الغذاء المسموع بتناولها في أي وقت مثل الفواكه الطازجة والخضروات وبعض البروتينات مثل الأسماك والبيض واللحوم الخالية من الدهون والحبوب الكاملة. أما اللون الأصفر، هي أنواع الغذاء المسموع بتناولها أحيانا مثل منتجات الألبان الكاملة كاملة الدسم. تمام دكتورة، لو شوي تحدثينا عن إمكانيات وقدرات منظومة حماية الصحة في هيئة الصحة في ما يخص تعزيز الأنماط الحياة الصحية. هيئة الصحة متمثلة في هيئة الصحة بدبي والصحة المدرسية تسعى بكل جهدها لرفع مستوى وعي المجتمع وتوفير المعلومات الضرورية حول فوائد اتباع نمط الحياة الصحي في المدارس، ذلك عن طريق إقامة المحاضرات الافتراضية خلال هذه الفترة، أيضا إطلاق الحملات التوعوية والمبادرات التي تشجع على ممارسة نمط الحياة الصحية، وأيضا إدراج أساليب نمط الحياة الصحية في برامج الصحة المدرسية. دكتورة فاطمة، هل في نصيحة أخيرة أنتي حابة توجهينها للمستمعين قبل ما نختم معك؟ أحب أقول للمستمعين إحنا لازم نحافظ على صحتنا باتباع الأنماط الصحية في الغذاء، ممارسة الرياضة، أهمية شرب المياه الكمية الموصى بها يوميا، وأيضا أهمية النوم الصحي وذلك عن طريق النوم لعدد ساعات كافية في اليوم. دكتورة فاطمة حسن، أخصائي طب وصحة الطفل في هيئة الصحة، شكرا على وقتك الثمين، يعطيك ألف عافية. شكرا لكم، وبشكر هيئة الصحة من دبي على الجهود المستمرة في مجال الصحة العامة والصحة المدرسية وتعزيز نمط الحياة الصحية. كانت معنا الدكتورة فاطمة وركزت على ضرورة اتباع الأنماط الحياة الصحية وخصوصا في ظل الجائحة، لأن مثل ما تعرفون أعزائي المستمعين المناعة تلعب دور كبير في مكافحتك للفيروس، وأيضا قبل ما تصاب بالفيروس، لأن طول ما أنت تحافظ على مناعة عالية معناته جسمك جاهز وعلى أتم الاستعداد لمكافحة أي شيء وأيضا لمكافحة هذا الفيروس. نقص
أقصد بحفاظك على مناعة عالية أنك أنت تحرص على أكل صحي وفي أوقات صحيحة وبكميات صحيحة، وفي بعض المكملات اللي أنت ممكن تأخذها تعزز من مناعتك أيضا. وأيضا لازم أنت تحرص أنك على الأقل تتحرك 30 دقيقة في اليوم، رياضة خفيفة رياضة شديدة ما فيها إشكالية، المهم أنك أنت تكون تتحرك طوال الوقت. وبعد مهم جدا مستمعينا النوم الكافي، ما تسهر لساعات طويلة، تنام بشكل كافي. وأيضا مستمعينا صحتك النفسية جدا جدا مهمة، لأن نعرف أن التوتر ممكن يعني تقلل من المناعة، وهي أثبتتها كل العديد من الدراسات. لذلك لازم تحافظ على صحتك النفسية مثل ما أنت تحافظ على صحتك الجسدية. فبهاي الطريقة احنا نعزز مناعتنا ونكون يعني على أتم الاستعداد، مش لمواجهة كوفيد ولكن لمواجهة أي شيء ثاني. وهذا الشيء لازم احنا دائما نتبعه في حياتنا، سواء كان في جائحة أو ما في جائحة. أنماط الحياة الصحية أثبتت أن لها الفائدة الكبيرة في تطول من حياتنا، بعد تزيد من جودة حياتنا أيضا مستمعينا، مش إن نوصل لأعمار معينة وإحنا مرضى، لكن نوصل ونكبر في العمر بالصحة وسلامة. طبعا كانت هذه فقراتنا لليوم، أتمنى أن احنا قدرنا نفيدكم ولو بالقليل. كل الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، كل الشكر لأستاذ أحمد سلامة للتنسيق، وطبعا كل الشكر لمخرجنا المبدع اليوم نمر. كانت معاكم محدثتكم دكتورة هند العوضي، ودمتم بصحة وسعادة، مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.